اوكي ما اعرف ليش بنبدا الجيم ميجا مان. اوكي مالك تبي تاخذ ليش اوكي عنده وايد بروجكتايلز ميجا مان يرمي يتغلب على الابروتش اوبشنز مال دونكي كونغ وايد جدي دونكي كونغ اصلا ما عنده وايد ابروتش اوبشنز زينين ابروتش اوبشنز صح سبيسنج باكرز سناك انا احس اللعب الرد القديم رد سناك وايد طبعا رون غريب وايد ميجا مان ماله يعني اتستف وايد زين هز يوزج اوف ميجا مان بروجكتايلز وايد 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 اوكي وايد صدق يعني يستخدم كل بروجكتايل في السيتويشن المعين ماله سور بير كنت شيء بقول اتس فيري ايفن والله هيه انا فرحان ان سناك ما اخذ بياناته انا اتمنى انه استسلم عليها لا ما بعشان بياناته زفته ولا اكره بيانات احس بلاي ميجا مان يا اخي انه يعني بياناته واز نوت فيت فور يو شيء اوكي الحين سناك يالي تسوي سبيسنج عدل حتى مو قادر يقرب من فيس ربل ما انتبهت ان لصقت انا لا سوالة شيء طلعت شي شوية ما اعرف كيف ديلي على دونكي يبين انها باكيرها شوف سناك بس يتسلم حركته ايه باكير ابتل بس لانه يعني اوكي ابتل ستيل اوكي واو ذبحت بس هي ضربت مرتين بس هل ابي تقهرني انه يبي يطلع الشعاع لا لما تسوي الاب بي اول ما تنزل يضيع كل الانفنسبلتي فريمز حقتك خلاص ما تستفيد منها صدق يخلص الانفنسبلتي فريمز لا مو هي ما تروح على طول بس تقعد سوري الانفنسبلتي تايم حقك تقعد اكثر في الجو فخلاص كلها تروح هي اوكي عشان كذا هو يسويها كل مره ترى انا اقول بس شيء انه ديسبكت او شيء لا هي هازت واي نوت دو ات شيء اوه شيلده وايد ستو صغير صراحة ميجا مان يبهدل ديكي اوه اوكي ثانك يو سنيك ليف شيلد از فيري اندر ريتد ات از اندر ريتد بس مو بهافيلي لا يعني اتس ا جود موف بس ما ادري يعني انا دائما لما العب ضد ميجا مان ابتل ذبحت اوه ما ذبحت ميجا مان تسجيل هيز ا روبوت حديد هي حديد ما اخذها غريبة توقعت لو لمسها اوكي ذات واز فيري ستايلش ما في اجارد على طول السيتويشن تغير حلو فريم تراب كان 1-0 دائما لما يسوي ليف شيلد ما قرب من ميجا مان جست دونت هي كان على ليف شيلد يعني ان سيرتن سيتويشن اتس جود بس انا شيء احسبه تحس هو اكثر من جود في certain situations شوف يعني انا اشوفها بس اثنين اذا انت كنت بتسوي edge guard اذا كان في لا مو edge guard سوري واحد تبى تكفر get up option from the edge مو جدا ممتاز وبعدين تسوي denial اربع مرات اوكي لكن يعني once you put the leaf shield شيء يعني ما ترى مسوي اي شيء مول اي هي الا قراب اي بتن ثاني يفر الليف شيلد بس مو مشكله يعني فاتول دونكي كونغ داش ثرو انيميشن كان غريب فال سماش حلو كراكر ما عرفت اسمه سايد بي حلو اوه وصلت اتاخر شوي في القراب ولا كان اخذ سم ديسنت دامج داونير باكر لا اردو جيرد شوف انا لاحظت هالشيء كل الناس عندهم مشكله ويا الجيت اب سناك ابير فورير حلو كراش بومبر اوه نايس اب جلب الجيم بحركتين بس انتبه بس لا تموت على طول انتبه لا اوكي اخذ ال 10% احسن لا هي اتوز جود يعني هو بس نير ثانك يو سناك كراش بومبر اكسترا دامج لا دونكي كونغ ذا لا اعطاه فير سبايك يوم تغلط السابوي اجارد دونكي كونغ يو جات اجارد
يا ويلي انا. بس هو اصلا ليش طلع بالليفشيل؟ اذا انت حط ليفشيل لا تطلع. وايد انا كنت بسهل كمان عن ليفشيل. اول ما تطلع بالليفشيل اوف ستيج يولوز صدق. ليش انت بس ابي شي فر الليفشيل بطيء وما مستحيل مستحيل. الا الاوبشن الوحيد انه اذا فوق الستيج. لا اذا في ليدر يعني لان ترو مسوي ابي جامب وول جامب بها طريقه ترو ترجع. فهمت عليك. بس سنك يقول انه كان يالس يحاول يسوي ليف شيلد انتو فتش ستول. اوكي that's a thing يعني it's a thing. هو بس ليش واي هو كان فايز شي 80% ليش تحاول يسوي فورست كل اوبشنز صد. بس يعني فتش ستول would work really really well against باك اير. باك اير حلو. كارغو اب ثرو. سنك سنك تأثر توا يوم خسر ليف شيلد. اوكي حلو حلو. الدوج جامب غريبه ما سوى باكر. هي نير ابير ما تش اوه اولموست. يا ما عنده وايد شو اسمه الحين البح فيز ربل كل ما هذاك يسوي ليمنز يحاول يسوي بانش داون بي هاي طبل. بس هو يكون اوريدي بعيد يعني هي. اوه سوى له فريم تاونت بعد مره انتقم. حلو ما اعرف احس شديو اير دوج السو سوى ليف شيلد. ها ليف شيلد. ليف شيلد. ليف شيلد. قلت لك مو نوت فيري ريوردينج. هاي بس افير ولا مره نفعت مع الابي افير. واحد ثاني لا تنقز افير. هاي شي تطير سيده شو اشتري شيء غريب. لا هاي very unsafe on shield و doesn't do يعني decent shield damage. بس سوى tech chase او it solves the spot dodges. اخذها صدع باكر 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 up smash. لا يعني هو حلو ان عرف بالضبط انت بينقز وفين بروح حتى الاثنين مشيوا بعض. بس ما استغله ما عطى باك اير ولا شيء ضد. لا ايه نايس. حسبت كم بينتحر. فيري نايس. لا لا سوا حس كبر افري دونكي كونغ اوبشن اكزيستد. لو سوى اير دوج مات ميبي اي دونت نو. ما كان عنده جم صح؟ ما اتوقع. هالمره الثانيه يسوي له باكير. شو يقصدك؟ يعني سوى باكير بعدين سوى جمب رد بلا بي بعد ما فر عليك كوكيز ان شاء الله. لا شكله مخلصه. ان شاء الله نصير نتعشى عقب هذا لانه وايد جوعان. انا يعني يوم خسرت السناك وفاز ربل ما كان عندي اي grain of salt صراحه. يعني اي فيل انه I was outplayed. مو I played bad صراحة. أنا ضد سناك هي أوز أوت ليد يعني 100% أجنس فيز دربل صراحة. I'm not very satisfied. ها أوكي أوكي مشكور سناك. تعال تعال شوي أنا باتل فيلد شاريزارد. لا لا ما أتوقع أصلا باتل فيلد شاريزارد. ديكي ضد ميجا مان أحسن من كلاود. يعني هي ستيكس وذ هيز مين. تعرف كل كلاود مو بالمين ماله. ما اتوقع كومين بعد. اتوقع سكندري ضد سناك. صدق يو هاف تو بان باتل فيلد اولويز. ما عارف. وايد توصل بعيد. ها انت تشيش السناك رد عليك يقول ان ميجا مان ايج جاردز حتى يعني لو بس طلع برا سوى نير وحده خلاص. اوف داون سماش شنانيجنز. اوه شوي بعيد بس بال باكير 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 اب تلت. اوكي شوف انا بس بنشوف كل الحين من ديكي. لا تو فلوتي تو جيت ات. باكير اتوقع نشوف جاينت بانش. ايه ما تاخر شوي في الليج سلام.
بس هو عارف انه مو المفروض يتحدى الابي حقت شاريزارد. جاب 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 اتوقع روح جراب باكر. توقع تتسلل الحين باكر من دوكي كونغ؟ لا لا بغيت اقول شاريزارد لسه شكله ثقيل. ها حسب نشوف ريفرس ستون يا بقول بس يمس باكر ستيل كانت بتتسلل اكيد مو براضي يطلع برا الستيج. باك ثرو كان سوى بامل شوي. جاب جاب باك لا يا 50 157. ببهدل الحين. اوكي جامب انتبه باك اوه جميل ترى دب اوف اوف فارو دير 176 نير قف اظن يخرب عليه الري اوه فارو تلت نايس فارو تلت يخرب عليه الريج دي كي صح؟ هي هي اكثر مما يفيده. كان بيسوي نير باكير باكير براتاك حلو شوية يتأخر بسبب ال السايد بي هي لو تسوي العادية مور كونسيستنت شيء هي بس انها بطيئة هي 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 شوي قبل ها. رول فيفت جراب لا ما عندك اوكي سناك سناك يحطك في اللج شاريزارد يحطك في اللج وبعدها ما ترم تطلع في الادج يعني كل شخصياته هي اوكي ما بيموت بابير ما اقدر يوصل اصلا ها. لا سامع أبير ما أبير أبير دم أبتلت لو نزل بباكر أحسن أبثرو ما بتنسل أوكي الحين أفتلت طول في انتبه من مرة نعلق بيسوي أبي بيفي أحس المفروض شوي يسوي إكسبلويت الأبي ما بكرة أوه بس خوفه. اوكي الحين في ديك في ديك لا مات بونش. مات بس اوه شيل دامج وايد بامل يا بني ادم وايد انت بايست اليوم. لا لا انا ابغى الكل يسوي حركات الاوكي ها ها اوكي وبعدين لو فاز في دربل بنحصل جيم بعد زياده اب سماش جي جي سناك يالس يرجع استدري على مستوى الجديد صحيح 3-1 سناك قال يبغى يرتاح شوية من حقه من الصبح يالس يلعب الحين مين بيكون؟ بيكون الجراند فاينلز روزا ضد سوري ماي لايف ضد سناك ما